بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع. نبدأ بقانون النسب الثابت. مما يتركب الماء؟ يتركب الماء من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. عندما تتفاعل ذرتين هيدروجين وذرتين أكسجين، هل يتكون الماء؟ الجواب لا يتكون فوق أكسيد الهيدروجين. إذن يجب أن تتفاعل كمية محددة من ذرات الهيدروجين مع كمية محددة من ذرات الأكسجين. من المفترض وجود قانون يحكم نسبة كل كتلة من كل عنصر، ومن هنا نستنتج أن قانون النسب الثابتة أو قانون بروست. كل مركب كيميائي نقي مهما اختلفت طرق تحضيره أو الحصول عليه، فإنه يتركب من عناصره نفسها متحدة مع بعضها بنسب كتلية ثابتة. مثال: مركب الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين، النسب 1:8، أي أن 9 جرامات من الماء تتكون من جرام واحد من الهيدروجين و8 جرامات من الأكسجين، وتعتبر هذه النسب ثابتة لا تتغير. ماذا تتوقع أن يحدث عند تفاعل 2 جرام من الهيدروجين مع 8 جرام من الأكسجين؟ تتكون 9 جرامات من الماء ويبقى جرام واحد من الهيدروجين دون تفاعل. لماذا؟ لأن نسبة مركب الماء النقي لا تتغير وهي 1:8. هل جميع العناصر في المركبات المختلفة لها نفس نسب الهيدروجين والأكسجين في الماء؟ لا، هنالك قانون يحسب النسب المئوية للعنصر، وهو النسبة المئوية للعنصر تساوي كتلة العنصر ضرب 100 تقسيم كتلة المركب. مثال: إذا أحرقنا 12 جرام من المغنيسيوم في الأكسجين ينتج 20 جرام من أكسيد المغنيسيوم MgO، فما النسبة المئوية لعنصري الأكسجين والمغنيسيوم في مركب أكسيد المغنيسيوم؟ الحل: كتلة الأكسجين زائد كتلة المغنيسيوم تساوي كتلة أكسيد المغنيسيوم. كتلة الأكسجين تساوي كتلة أكسيد المغنيسيوم ناقص كتلة المغنيسيوم، أي أن كتلة الأكسجين تساوي 20 ناقص 12 ويساوي 8 جرامات. إذن النسبة المئوية للمغنيسيوم تساوي 12 ضرب 100 تقسيم 20 ويساوي 60%. النسبة المئوية للأكسجين تساوي 8 ضرب 100 تقسيم 20 ويساوي 40%. الآن لحساب النسبة النهائية تساوي النسبة المئوية للمغنيسيوم تقسيم النسبة المئوية للأكسجين،
وبالتالي تساوي 60 على 40 وتساوي 3 على 2. نستنتج من ذلك أن المركب يتكون من مغنيسيوم وأكسجين بنسبة 3 الآن سؤال: أين ينتقل الكربون؟ فيما بين الغلاف الجوي وفي التربة وفي المحيطات وداخل الأرض كوقود أحفوري. ما هي أهمية غاز ثاني أكسيد الكربون؟ 1- ضروري النبات والطحالب وبعض البكتيريا. فالنباتات والطحالب تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين إلى الهواء. الآن ماذا يحدث في دورة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون؟ يخرج غاز الأكسجين إلى الهواء بواسطة النبات خلال عملية تمثيل الضوئي. وعندما تموت النباتات والحيوانات يرجع الكربون الموجود في الكائنات إلى الأرض، حيث تعمل المحللات على تحلل أجسام الكائنات. والنباتات الميتة التي لا تتحلل تصبح وقوداً أحفورياً. وعند احتراق الوقود الأحفوري الموجود في صورة فحم أو زيت بترول أو جازولين يرجع الكربون إلى الغلاف الجوي في صورة ثاني أكسيد الكربون. دورة النيتروجين عبارة عن دورة مغلقة، حيث تظل الكمية الكلية للنيتروجين على الأرض ثابتة. ما هي أهمية النيتروجين؟ دعم الحياة عن طريق بناء البروتين ومركبات الجسم الكيميائية الأخرى. لا يمكن للكائنات الحية استخدام النيتروجين من الهواء مباشرة، إذن كيف يمكن الاستفادة منه؟ يستخلص من الهواء ويتحد مع عناصر أخرى ليكون مركبات نيتروجيني، وهذه العملية تسمى بتثبيت النيتروجين. ما هي المراحل التي تتم في دورة النيتروجين؟ بعد تحول النيتروجين إلى مركبات عن طريق البرق، فإنه يزال من الهواء عن طريق المطر ليترسب داخل التربة. خلال تثبيت النيتروجين تقوم البكتيريا التي تعيش في العقد الجذرية باستخلاص النيتروجين النقي من الهواء وتحوله إلى مركبات نيتروجينية. تنتج بكتيريا التربة مركبات نيتروجينية من الكائنات المتحللة وفضلات الحيوانات. البكتيريا نازعة نيتروجين تحطم هذه المركبات لتكون في النهاية غاز النيتروجين. ينطلق النيتروجين في صورة أكاسيد نيتروجينية من مخلفات المصانع. الآن كيف نقارن بين الغلاف الجوي القديم والحالي؟ كان يتشكل من غازي الهيدروجين والهيليوم، والغلاف الجوي الحالي يتكون من غازي النيتروجين والأكسجين بنسبة 99%، وتبقى نسبة ضئيلة للغازات الأخرى. إلى ماذا تحتاج النباتات للقيام بعملياتها الحيوية؟ للضوء وثاني أكسيد الكربون والماء. إذن لغاز ثاني أكسيد الكربون وظائف عديدة، وهي
تستخدمه النباتات في عملية البناء الضوئي. يمتص الإشعاعات المنبعثة من سطح الأرض ليساعد على تدفئة الهواء. ماذا يحدث للأرض في غياب ثاني أكسيد الكربون؟ تصبح درجة حرارتها 10 درجة حرارتها سالب 10 درجة مئوية. ما هي أهمية غاز الأوزون؟ يحمي الكائنات من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عن طريق امتصاص الأشعة قبل أن تصل إلى سطح الأرض. ما هي أهمية بخار الماء؟ يكون السحب ويساعد على ضبط درجة حرارة الجو. كيف تتم دورة الماء في الطبيعة؟ يدخل بخار الماء في الهواء عندما يتبخر الماء الساكن من تلك الأماكن مثل الأجسام المائية أو العشب أو الماء الذي يغلي على الموقد. هل بخار الماء مرئي؟ لا، ولكن يمكن ملاحظة أثر جزيئات بخار الماء غير المرئي في كل مكان. ماذا يحدث عندما يحتوي الهواء على الكثير من بخار الماء؟ تصبح جزيئات الماء في الهواء أكبر حجما. وماذا يحدث للماء عندما يبرد الهواء؟ تتكثف جزيئات الماء، وكمية بخار الماء في الهواء تسمى بالرطوبة. على ماذا تعتمد كمية بخار الماء في الجو؟ على درجة حرارة الهواء. كمية بخار الماء في الهواء مقارنة بالكمية الكلية من بخار الماء الممكن تواجدها في الهواء عند درجة حرارة معينة تسمى الرطوبة النسبية. بماذا تقاس الرطوبة النسبية؟ بالنسب المئوية. هل يمكن أن يصل الهواء إلى نقطة لا يتحمل فيها كمية أكثر من بخار الماء؟ نعم. بماذا تسمى هذه النقطة؟ الهواء المشبع. كم تساوي رطوبة الهواء المشبع؟ 100%. إن كانت تقدر الرطوبة النسبية ب50%، فالهواء يحتوي على نصف كمية بخار الماء. ما هي العوامل التي تتحكم بالرطوبة النسبية؟ درجة الحرارة، الضغط. ما هي العلاقة بين درجة الحرارة الجو وكمية بخار الماء؟ كلما كانت درجة حرارة الجو دافئة، كلما احتوى الهواء على كميات أكبر من بخار الماء، وبالتالي تكون الرطوبة النسبية عالية. ادرس الجدول المقابل ثم أجب عما يلي. الجدول يمثل العلاقة بين درجة الحرارة وبخار الماء. كلما كانت الحرارة أعلى، احتوى الهواء على كميات أكبر من بخار الماء، وبالتالي رطوبة أعلى. كم عدد جرامات الماء التي يمكن للمتر المكعب من الهواء أن يحويها عند 20 درجة قبل التشبع؟ تقريبا 15 جرام للمتر المكعب. كم عدد جرامات الماء التي يمكن للمتر المكعب من الهواء عند 40 درجة قبل التشبع؟ 50 جرام للمتر المكعب. علل. بعض المناطق الموجودة على الأرض جافة جدا لنقص كمية الرطوبة. اذكر مثال على مناطق شديدة الرطوبة. غابات الممطرة الاستوائية في أمريكا الجنوبية.
عد التكيفات التي تتبعها النباتات والحيوانات في المناطق مع اختلاف درجات الرطوبة. النباتات الصحراوية كالصبار يتواجد في مناطق جافة تحوي كمية قليلة من الرطوبة تضر بها، فالصبار لديه غلاف شمعي يغلف أشواكها وجذعها ويمنع فقدان الماء من أنسجة النبات. في بيئة الغابات الممطرة الاستوائية تنمو الأوركيد بعيدا عن الأرض على فروع وجذور أشجار. هذه النباتات الزهرية لا تجمع الماء من التربة، بل تجمع الرطوبة الموجودة في الهواء من حولها بواسطة جذورها الممتدة في الهواء الرطب الاستوائي. فأر الصحراء يحتفظ بالرطوبة بأن يظل داخل الأنفاق خلال النهار، فدرجة الرطوبة في الأنفاق أعلى منها في الخارج. الآن نأتي إلى توقع حالة الطقس. في ماذا تفيد الرياح علماء الطقس؟ تخبر العلماء عن مواقع الضغط المنخفض والمرتفع، كذلك يلاحظ العلماء التغير في الكتل الهوائية. لماذا؟ ليستنتجوا مدى سرعة تحركها واتجاهاتها ومعرفة أماكنها المستقبلية. هناك أربع مصادر رئيسية يعتمد عليها العلماء في جلب المعلومات عن الظروف في الغلاف الجوي: الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس، كيف تعمل الأقمار الصناعية وأين تتواجد؟ تتواجد متمركزة عند نقاط عديدة فوق الأرض، أما عن عملها فإنها ترسل صور إلى المحطات الأرضية عن تحركات السحب، وتجمع البيانات عن درجة حرارة السحب والرطوبة ودرجة الحرارة السطحية للأرض والمحيطات. رادار الطقس يراقب الطقس حول محطات القياس، يرسل إشارات الراديو التي تنعكس من المطر والجليد، يوضح أماكن تمركز العواصف وفي أي اتجاه حركتها، وتظهر كميات المطر التي تهطل بألوان مختلفة. محطات الطقس تتواجد متمركزة كثيرا حول العالم، تزود العلماء ببيانات عن درجة الحرارة والرطوبة والرياح والسحب ومعدل هطول الأمطار. ترسل هذه البيانات كل ساعة، ترسم البيانات التي ترسلها المحطات على خرائط الطقس وتستخدم في توقع حالة الطقس. بالونات الطقس هي بالونات مملوءة بغاز الهيليوم وترتفع في الغلاف الجوي، تبث بيانات عن درجة الحرارة والضغط والرطوبة. المحطات الأرضية تتبع حركة البالون لتحدد الرياح وظروف الطقس عند ارتفاع 5500 متر، لأن الرياح عند هذا الارتفاع تؤثر في اتجاه العاصفة. عدد طرق الاستفادة من توقع حالة الطقس: تراقب خطوط الطيران وشركات الشحن حالات الطقس حتى يتسنى للمسافرين والشحنات المنقولة الوصول بسلام. تراقب كل من شركات البناء والتشييد، شركات الطاقة الكهربائية، مؤسسات الطرق السريعة حالات الطقس حتى تتمكن من إعداد جداول لعملها.